السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول اختلاف بين صاحبك الكويس وصاحبك السيء هو إن صاحبك الكويس هتلاقيه من النادر جدا إنه يطلب منك المساعدة، ونادر لما يقولك ساعدني في حاجة أو سلفني حاجة أو محتاجك تعمل لي حاجة معينة. من النادر جدا لما ده يحصل، حتى لما بتساعده هتلاقيه بيحفظ لك الجميل وبيظهر لك امتنانه أو يشكرك أو يحاول يردهولك، يحاول يساعدك، بيحاول دايما انه يحسسك انه جنبك طول الوقت، لو احتجت اي حاجة هتلاقيه جنبك. عكس الصاحب السيء، صاحبك السيء هتلاقيه دايما بيحاول انه يخليك تعمل كل حاجة مكان، بيطلب منك حاجات كتيرة فوق طاقتك، والكلام ده هيبدأ يتكرر كتير جدا. دايما بتساعده وما بتسمعش منه اي كلمة شكر، دايما بتعمل اللي بيطلبه منك ولو ما عملتش بيزعل، والموضوع ده هيخلي صاحبك السيء يبدأ في استغلالك طول الوقت. الاختلاف التاني بين صاحبك الكويس وصاحبك السيء ان صاحبك الكويس هتلاقيه دايما بيتقبلك زي ما انت، بغض النظر عن طريقة اختياراتك لشغلك او دراستك، وبغض النظر عن شكلك، عن لبسك، عن الناس اللي انت حتى بتكلمها، هتلاقيه بيتقبلك عن كل حاجة فيك. على عكس صاحبك السيء هتلاقيه بينتقد كل اختياراتك وبيقلل منها، دايما هيخليك تحس ان مستوى ذكائك قليل جدا وان هو اذكى منك وانك غبي، يعني هتلاقي اوقات كتير بيغير منك. الاختلاف التالت ان صاحبك الكويس هتلاقيه عاقل جدا وناضج جدا، يعني نوعا ما بيحب المغامرة ولكن مش بيحب التهور، مش هيحب يشوفك بتتعرض للخطأ، يعني لما يلاقيك بتعمل حاجة عارف ان انت هتتأذي من وراها هتلاقيه بيقولك ما تعملهاش وهيبدأ ينصحك. لكن صاحبك السيء هتلاقيه متهور جدا، كل قراراته وكل الحاجات اللي بيعملها اغلبها غلط، والأسوأ انه بيخليك انت تعمل زيه ويشجعك على الغلط ده. المشكلة انك مش هتستوعب الفرق بين صاحبك الكويس وصاحبك السيء الا مع مرور الوقت، لما تعدى عليك مرحلة هتلاقي نفسك ما عملتش اي حاجة في حياتك وخسرت حاجات كتيرة جدا بسبب انك مشيت ورا تفكير صاحبك السيء. الاختلاف الرابع وهو في التعاطف، صاحبك الكويس لما يلاقيك بتمر بأزمة معينة هتلاقيه متعاطف معك جدا وواقف جنبك وهيبدأ يشجعك، لكن صاحبك السيء لما تحتاج له مش هتلاقيه، ومش هتلاقي تعاطفه ولا تشجيعه، وهيبدأ يتجاهلك، وحتى لو لقيته هتلاقيه بيسخر منك. الاختلاف الخامس، صاحبك الكويس هتلاقيه دايما بينصحك، بمعنى انه بيشجعك بالحاجات اللي شايف انك عاوز تعملها، ويحاول يبعدك عن الحاجات اللي هو شايفها غلط، يعني بينصحك بحاجة وبيمنعك من حاجة تانية، وهي دي نصيحة. بعكس بقى صاحبك السيء هو بيحبطك، بس لا ما تعملش كده، مش هتنجح في الحاجة دي، ما ينفعش تعمل كده، وهيكون دايما بيحبطك. لازم دايما تحاول انك تختار الاشخاص اللي هتقعد معاهم فترة كبيرة، عشان هما دول اللي هيأثروا على حياتك وعلى شخصيتك وعلى نفسيتك غصب عنك. في التعليقات قولولنا ايه هو الاختلاف بين الصاحب الكويس والصاحب السيء، ومتنسوش تعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.